وصباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن. انشرت أنا بتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة الإفطار، حيث تكون هناك فرصة لأتربة مثارة، الحرارة 33 درجة مئوية، الرطوبة منخفضة 16% وسرعة الرياح 26 كيلومتر في الساعة، أي تكون بين الخفيفة والمعتدلة السرعة. انتقل الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة للنهار اليوم، حيث يستمر الطقس حار مع أتربة مثارة ورياح نشطة في المنطقة الشمالية، إربد تسجل 38 إلى 25، المفرق 38 إلى 24، جرش 36 إلى 28، أما عجلون 36 إلى 27. المنطقة الوسطى أيضا رياح نشطة وأتربة مثارة في عموم المناطق، الزرقاء تسجل 37 إلى 26، البلقاء 38 إلى 29، عمان 36 إلى 27، مأدبة 37 إلى 27، والبحر الميت 45 إلى 30. المنطقة الجنوبية تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، فرصة لزخات العديد من الأمطار في مناطق عشوائية ومتفرقة، الكرك تسجل 35 إلى 25، الطفيل لزخات العديد من الأمطار 37 إلى 26، معان أيضا 37 إلى 22 مع زخات العديد من الأمطار، الشوبك 35 عفوا إلى 26، أما العقبة أجواء حارة مع فرصة لزخات العديد من الأمطار 42 إلى 31 درجة. المنطقة الشرقية رياح نشطة وأتربة مثارة في عموم تلك المناطق، أرويشة تسجل 36 إلى 21، الصفاوي 38 إلى 22، والأزرق 40 إلى 25. إلى اللقاء.